السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أحمد من قناة AMS. مين فينا محبش أو ما فكرش قبل كده إن هو يكسب من الإنترنت، حتى لو كان ده دخل إضافي بالنسبة له، مش لازم يكون فريلانسر، مش لازم يكون هو ده الشيء الأساسي بالنسبة له أو الدخل الرئيسي له، لا ممكن يكون حتى هو دخل جانبي بالنسبة للوظيفة بتاعته أو الشغل بتاعه. مين عنده هواية ومش قادر إن هو يستفيد منها؟ هنتطرق في الحلقات الجاية إن شاء الله ان احنا ازاي ندخل على اشهر المواقع اللي بتدعم المصورين الهواة والمبتدئين والبروفيشنال، وازاي انت تقدر بالموبايل بتاعك ان انت تصور صور احترافية وترفعها على مواقع ديت، مواقع زي شاتر ستوك، مواقع زي اي ستوك، زي جيتي ايمج وغيره وغيره وغيره. هناخد موقع موقع ان شاء الله ونشوفه ونعرف طريقة التسجيل فيه، واهم شروط الموقع ده يقبل فيه الصورة بتاعتك عشان تتباع وعشان تتعرض على السيرفر بتاعهم بعد كده وتنتشر حول العالم كله وتبدا تدر ليك مبالغ حتى لو قليله في الاول في البدايه، ولكن بعد كده ان شاء الله بتزيد. تابعوني، السلام عليكم.